31/8/2012 تصاعد أعمدة الدخان من درعا البلد مهد الثورة السورية بعد أن قامت عصابات الأسد باقتحام درعا البلد منذ ساعات الصباح الأولى في جمعة دارية شمعة لم تنطفي وحرق المنازل والممتلكات العامة في درعا البلد. الله أكبر. حرق المنازل والممتلكات العامة في درعا البلد 31/8/2012 جمعة دارية شمعة لن تنطفي.